ايه تمام، احنا ممكن نبدأ دلوقتي يا باشمهندس. تمام، شكرا جزيلا سهل. السلام عليكم جميعا. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي كريم عامر، كوفاوندر هيد اوف اي اي ماشين ليرنينج في شركة فيجوال اند اي اي سولوشنز. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن كروب ديتكشن فروم ساتلايت ايمجري يوزنج ديب ليرنينج. أعتقد إن هو توبيك يعني مهم جدا، إن شاء الله يعني يبقى مفيد للجميع. طيب، يعني مقدمة بسيطة عن نفسي. زي ما كنت بتكلم، انا يعني كوفاوندر وهيد اوف اي ماشين ليرنينج في شركه فيز، انا حوالي سنه ونص. قبل كده كنت بشتغل في كريسيرش انترن في سيمنز هيرثنيرز في نيوجيرسي ان ستيتس، وقبليها كنت برضو كان ليا شرف يعني انا اشتغلت ريسيرش اسيستنت في جامعه النيل في سنتر انفورماتكس ساينس بالتحديد. يعني الحمد لله، يعني انا من شغلي لي 4 يو اس بيتنتس بيندنج ابروفلز، وعندي يعني سيرفر بابليكيشنز، والحمد لله كلهم معظمهم سايتد يعني. فده يعني بالنسبه للمجال الاكاديمي شويه. برضو يعني انا يعني كنت على طول انترستد ان انا ادخل داتا ساينس وماشين ليرنينج كومبيتيشنز، والحمد لله كان ليا يعني حققت يعني مراكز في اول 4 مراكز، حوالي 6 مسابقات على مستوى العالم، ومؤخرا بقيت اول كاجر ماستر اوف داتا ساينس كومبيتيشنز من مصر الحمد لله. طيب يعني نبتدي المحاضره النهارده. يعني عمليه الكروب ديتكشن عامه يعني حاجه مهمه جدا للستيك هولدرز كتير. طبعا لو بنتكلم على الحكومات مثلا، فهم مهتمين ان هم يعرفوا انواع المحاصيل اللي بتتزرع في كل مكان في البلد، بحيث ان هم يقدروا على اساس المعلومه دي يقدروا يخططوا للعمليه الزراعيه، سواء من ناحيه الري او الحصاد والتخزين والتوزيع وهكذا. برضو مهم جدا لمثلا اصحاب الشركات او الموزعين وكده، لان هم عن طريق المعلومه دي برضو ممكن يخططوا السبلاي تشين بشكل افضل يعني. وبالتالي من اهميه المشكله دي، فظهر يعني ظهر فكره ان احنا نحاول نعمل الكروب ديتكشن او التعرف على المحاصيل من صور الاقمار الصناعيه، لانها بتدينا ميزه كبيره جدا ان احنا بنقدر نبص على مساحات كبيره ونقدر نتعرف على المحاصيل فيها، وده هيكون طبعا اسرع بكتير جدا ان احنا ننزل مثلا جراوند سيرفيز على الارض ونبدا نشوف كل مكان بيزرع ايه بالظبط. فمن اهميه الموضوع ده يعني ظهرت يعني كذا مؤسسه مهتمين ان هم يوصلوا الحل، فنظموا مسابقه للكروب ديتكشن فروم ساتلايت ايمجري، وكانت هوستد على ويب سايت او بلاتفورم اسمها زيندي، اتس داتا ساينس بلاتفورم. والهدف من الكومبيتيشن كان التعرف على المحصول في مزارع صغيره، والمحاصيل اللي هو كانت موجوده في المسابقه يعني كانوا حوالي 7 محاصيل، منها الكسابه والمينا والميزان كومن بين وهكذا. بس في برضو في يعني احد الحاجات المختلفه هنا شويه عندنا في مصر، في يعني تقليد زراعي في مثلا في افريقيا لحاجه اسمها الانتر كروبنج، ان في ناس بتزرع كذا محصول في نفس الوقت في نفس الارض، بس من غير حتى مسافات ما بينهم ولا حاجه، يعني مش نص ونص مثلا، المزرعه نص المزرعه حاجه نص مزرعه ثانيه حاجه ثانيه، لا ممكن في نفس المساحه بالظبط بيزرعوا كذا محصول. طبعا ده بيبقى مور تشالنجينج يعني في الديتكشن ممكن. طيب الداتا سيت اللي كانت موجوده للبروبلم هي عباره عن يعني تايم سيريز هاي ريز ايمجز
في مستهدفها لمكان في غرب كينيا. الصور كانت متاخده حوالي خلال 13 يوم في خلال 5 شهور فاتوا. بس الحقيقه ان الصور نفسها كانت يعني بما انها هاي ريز فحجمها كان كبير جدا، حوالي 4000 في 6000. وبرضو الصوره الواحده فيها 13 سبيكترال باندز. هشرح بعد سلايد فكره يعني ايه سبيكترال باندز. في ظل المساحه الكبيره دي الكروب فيلز اكشن اللي احنا اللي موجوده بقى كتريننج او تيستنج هم كانوا حوالي 4600 فيلد متقسمين تريننج اند تيستنج. ده مثال يعني جزء من الصوره اللي كانت افيلبل. والبوليجونز دي بتمثل المساحات الزراعيه يعني اللي احنا مهتمين بالتعرف عليها. طبعا ممكن يعني واضح من الصوره ان المزارع حجمها صغير جدا، ودي مشكله عامه يعني في قاره افريقيا بشكل عام، ان المساحات المزروعه عاده بتتقسم لاجزاء صغيره جدا. طيب بخصوص السبكتر البيانز، زي ما كنت بتكلم ان كل صوره من صور الاقمار الصناعيه فيها من الديتا الافيلبل فيها حوالي 13 سبكترال باندز. يعني ايه سبكترال باندز؟ عاده لو احنا بنصور صوره مثلا من الموبايل او من الكاميرا بيجي لنا صور فيها 3 الوان اللي هو الاحمر والاخضر والازرق. لكن الحقيقه في اطياف تانية ممكن ناخد فيها برضو صور ما بتبقاش مهمه قوي للعين المجرده، بس هي بتبقى مهمه في تطبيقات كتير منها التطبيقات الزراعيه مثلا. فالصور اللي بتبقى جايه في الانفراريد سواء نير انفراريد او الشورت ويف انفراريد والالترا بلو وهكذا بتدينا معلومات كتير عن الحاله الصحيه للمحصول وكيفيه النمو وهكذا. فوجود المعلومات دي الحقيقه مهم جدا للمشكله اللي احنا بنحلها. طيب يعني بعض الاسئله اللي المفروض يعني اي حد مهتم ان هو يشتغل على ماشين ليرنينج بروجكت او داتا ساينس بروجكت يسالها لنفسه في البدايه عشان هتحدد ازاي هشتغل على المشروع بعد كده. فسؤال الاول what does my data look like؟ الداتا سيت اللي معايا دي عباره عن ايه؟ احنا هنا بنتكلم مثلا عن صور، شفنا حجمها وشفنا السبكترال بانز اللي فيها وهكذا. دي الداتا اكسبلوريشن حاجه مهمه جدا الحقيقه، وبتدينا معلومات عن ازاي هنتعامل معاها وازاي هنقلل النويز وهكذا. تاني سؤال فكره الفاليديشن استراتيجي. انت دلوقتي احنا معانا داتا سيت متقسمه تريننج اند تيستنج. انا مش شايف التيستنج، طبعا التيستنج دايما هيدن. عايز يعني يبقى عندي زي لوكال تيست سيت او لوكال فاليديشن سيت تساعدني ان انا اوصل لافضل حل، لان الموضوع في الاخر اوبجكتيف. لو انا اخترت اللوكال تيست سيت بشكل صحيح فانا هوصل على ريزلتس كويسه جدا على التيست، ان الريزلتس لوكالي هتماتش الاكشوال تيست سيت. لو كانت الاستراتيجيه غلط هنلاقي طبعا بيحصل اوفر فيتنج على الداتا والنتائج في النهايه ما بتبقاش مظبوطه. السؤال الثالث، هل في شغل قبل كده على نفس المشكله؟ يعني مهم جدا ان احنا نعرف المجهودات السابقه يعني او الابحاث او المشاريع المشابهه. ده اكيد هيدينا تصور عن افضل حل، وممكن تكون في حاجات نقدر نستخدمها بشكل مباشر. طيب بعد ما احنا شفنا الداتا عامله ازاي وبصينا على الحلول السابقه، مهم برضو ان احنا يبقى عندنا تصور الحل اللي احنا عايزين نروح له عامل ازاي، شكله ايه، التفاصيل التقنيه بتاعته، والخطوات اللي فيه عباره عن ايه، بشكل ابستراكت يعني، لان ده بيدينا برضو فك او مساحه ان احنا يبقى عندنا فيجن لقدام نخطط بشكل كويس. وغالبا مع الوقت يعني والخبره وكده ده الحلول المتصورة في الأول بتبقى صحيحة بشكل كبير يعني. طيب أنا خلاص خططت للحل اللي أنا عايز أنفذه، أو يعني قررت الحل اللي أنا عايز أنفذه، محتاج بقى أعمل خطة إزاي أوصل للحل ده. هنجرب إيه قبل إيه، ونتأكد من الريزلتس صحيحة إزاي وهكذا. طيب يعني عشان نجاوب عن سؤال الديت اكسبلوريشن بالنسبة للبروجكت ده، فخلينا نبص شويه على شويه اسبيكتس يعني في الداتا. فاحنا مثلا بالنسبه للكلاس فريكوانسي،
الداتا سيت واضح انها unbalanced تماما. في كلاسز زي الميز والكسافه دوميننت جدا، وفي كلاسز الفريكونسي بتاعتهم اقل، ليهم سامبلز اقل في التريننج. طبعا ده بيخلي الدنيا مور تشالنجينج. الفيلد اريا ديستريبيوشن، مساحات الاراضي الزراعيه اللي موجوده اللي احنا هنتعامل معاها هنا عامله ازاي. هنلاقي ان معظم المساحات اقرب لعدد صغير جدا من البكسلز يعني، ومساحات ومزارع قليله جدا ليها مساحات كبيره. طبعا ده برضو بيحط تشالنج اكبر في الحل، ازاي تقدر تتعرف على محصول من حاجه انت شايفها في الصور عباره عن 5 أو 6 بكسلز يعني. فدي حاجه برضو كنا محتاجين ننتبه ليها. حاجه ثالثه برضو فكره الباند، فكره السكيونس بتاعت الداتا. عاده الماشين ليرنينج الجوريزمز بتفترض، معظم الماشين ليرنينج الجوريزمز يعني بتفترض فكره ان الانبوت يعني نورمالي ديستريبيوتد. طبعا لو ده الافتراض ده مش صحيح، البرفورمانس بتاع الالجوريزمز بيبدا يقل. فكان مهم ان احنا نقيس السكيونس قد ايه الداتا سكيود عن النورمال ديستريبيوشن، ونحاول ان احنا نقلل السكيونس ده. يعني هنا ده جراف بيوضح لنا السبكترال بانز اللي احنا بنستعملها، السكيونس بتاعها الليفل بتاعه قد ايه. ولما طبقنا ماثيماتيكال فانكشن او يعني نورماليزيشن لايك سكوير روت، ده ساعدنا ان احنا نقلل السكيونس. فطبعا دي خطوه مهمه جدا، واكيد هنقدر هنحتاج نستخدمها في الحل النهائي. فيعني من الاكسبلوريشن اللي احنا عملناه واضح ان في كذا مشكله محتاجين ناخدهم في اعتبارنا واحنا بنخطط للحل. فكره السمول داتا سيت، الداتا سيت عباره عن يعني زي ما اتكلمنا يعني ان توتال 4600 مزرعه. يعني جنرال سبيكينج دي مش داتا سيت ضخمه نقدر نطبق عليها مثلا فيري كومبلكس سولوشنز وهكذا. طبعا برضو انذر تشالنج ان الداتا فيري هاي دايمنشنال، فاحنا عندنا مالتيبل سبيكترال باندز، الصوره الواحده فيها 13 شانل، وعندنا يعني تايم سيريز اوف 13 ايمجز لكل مزرعه. برضو فكره الان بالانسد كلاسز، وكمان ان المساحات اللي احنا بنتعامل معاها صغيره. كل التشالنجز دي محتاجين ناخدها في اعتبارنا واحنا بنخطط وننفذ الحل. كريليتد ورك المرتبط بالبروجكت، في شغل يعني اتعمل في الموضوع ده. مثلا كان في شغل اتعمل من فكره ان احنا نستخدم 3 دي سي ان ان مودلز، وفي شغل تاني متعلق بالراندوم فورست والهاند كرافتد فيتشرز. يعني مشكله الحل الاولاني ان هو محتاج داتا ضخمه، يعني ال 3 دي سين انز عاده بتحتاج داتا كتيره. ومشكله الحل الثاني ان هو بيعتمد على الهاند كرافتد، مشكله الشغل الثاني اقصد ان فكره الراندوم فورست والهاند كرافتد فيتشرز ان هي مش روبست بشكل كافي انها تدينا افضل حل. عاده يعني لو في فرصه ان احنا نستخدم نيورال نتوركس بالذات ال 2 دي سي ان ان والال اس تي امز وهكذا، ده بيدينا افضل، بيبقى الحلول اللي طالعه من المودلز بتبقى افضل بكتير من الهاند كرافتد فيتشرز مع مودلز لايك الراندوم فورس. طيب يعني جيفن كل المعلومات دي، الابروتش المستخدم هنا كان فكره ان احنا نحاول، احنا دلوقتي عندنا صوره كبيره جدا فيها 4000 3000، اكيد انا مش هستخدم كل المعلومات اللي فيها، انا عايز معلومه معينه للمزرعه اللي انا بتعامل معاها. فاحنا الحل ان احنا هناخد هنكروب سمول باتش حوالين الفيلد اللي احنا مستهدفينه، وهنحاول نستخدم ديب نيورال نتوركس عشان تعمل لنا الكلاسيفيكيشن. طبعا الديب نيورال نتوركس معروف انها سهل انها اوفر فيت، فاحنا التريننج كان فيه اكستنسيف اوجمنتيشنز عشان نقدر نافويد المشكله دي. هوضح اكتر برضو التفاصيل كل خطوه في السلايدز اللي جايه. فكره اللوكال فاليديشن استراتيجي زي ما كنا بنتكلم، مهم جدا ان احنا يبقى عندنا لوكال تيست سيت نقدر نجرب عليها الحلول بتاعتنا، بما ان التيست سيت النهائي ده هيدن، انا مش هشوفه في الاخر، انا بشوف المفروض ما اشوفوش الا في اخر البروجكت او في اخر المسابقه. فهنا في البروجكت ده استخدمنا لايك تو
فاليديشن استراتيجيز، واحده فكره ان احنا سبليت التريننج 75% و25% فاليديشن، ده عشان نعمل تجارب سريعه. ولو عايزين بقى والسكند فاليديشن استراتيجي احنا هنستخدم 10 سبليتس بقى و25% تريننج و15% فاليديشن. ده بيسمح لنا ان احنا يعني نعمل تيست بشكل مور كومبلكس واقوى، بحيث ان نتاكد ان النتائج ستيبل في الاخر. استخدمنا في السبليتنج استخدمنا حاجه اسمها البروسيس ستراتيفيكيشن، ده عشان نضمن ان الديستريبيوشن بتاع الكلاسز اللي موجود في التريننج والفاليديشن مشابه او مطابق. ده مهم ليه؟ لان في الاخر يعني لو احنا بنتكلم على المتريك اللي احنا بنحاول اوبتمايز عليه فكره الكروس انتروبي، دي فيري سنسيتيف يعني للكلاس ديستريبيوشن. فانا لو عملت قسمت التريننج والتستنج راندوملي، في الاخر الريزلتس اللي هتطلع لي لوكالي هتبقى مختلفه تماما عن الريزلتس على الهيدن تيست سيت. طيب خلاص وصلنا للفاليديشن استراتيجي، عايزين نبدا نبروسس الداتا اللي معانا. فبدانا نعمل الباتشنج اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فالباتشنج خطواته بسيطه جدا، بنبدا نحسب السنتر بتاع كل كروب فيلد، وحوالين السنتر بنبدا ناخد كروب around like 32 by 32، بحيث ان احنا في الاخر لكل مزرعه يبقى لي ماتريكس 4 dimensional ماتريكس فيها النمبر اوف تايم ستيبس والسبكترال بانز والهايت والويث. وطبقنا نفس الكلام ده على الفيلد ماسك او الصوره اللي فيها الباوندري بتاع المزرعه. كبري بروسيسنج برضو يعني كنا بنحاول في الخطوه دي ان احنا يعني الخطوه دي هدفها ان احنا نوصل لافضل شكل ممكن للديتا. فعشان نقدر نوصل للشكل ده، مثلا قررنا لقينا ان في مثلا وان شورت ويف انفراريد باند ما كانتش بتضيف معلومه مفيده فشلناها. ضفنا حاجه اسمها فيجيتيشن انديسيز، دي لايك كومبلكس ريليشن بتوين مالتيبل سبيكترال باندز، يعني متعارف عليها جدا في مجال الزراعي والريموت سنسنج. فاحنا استخدمنا 3 فورمولاز يعني وضفناهم على البانز الموجوده. وبالتالي بما اننا شلنا الاوريجينال الباند نمبرز كان 13، فاحنا شلنا واحده وحطينا 3 بقوا في الاخر 15. وكان نورماليزيشن استخدمنا السكوير روت عشان نقلل سكيونس زي ما شفنا في الجراف، لقينا ان حاجه مفيده فاستخدمناها. وطبقنا الستاندرد سكيلينج عشان ترانسفورم الداتا تو زيرو مين ان يونت ستاندرد ديفيشن. كالداتا اوجمنتيشن احنا استخدمناها، فكره الاوجمنتيشن ان احنا بنحاول ان احنا سلايتلي ديستورت السامبلز التريننج سامبلز، بحيث انها تبقى ندي او انجكت سام نويز في الموديل. النويز دي هوبفلي تبقى مفيده انها تساعدنا ان احنا نقلل الاوفر فيتنج ونزود الجنراليزيشن من غير ما نبوظ الاكشلي التريننج سامبل يعني. فاحد امثله الاوجمنتيشن اللي احنا استخدمناها سبيشال اوجمنتيشن، زي ان احنا نروتيت او نلف الصور، فليبنج، راندوم كروبينج وهكذا. برضو استخدمنا ميكس اب اوجمنتيشن، ده الهدف منه ان احنا ناخد يعني نحاول نعمل ميكس بين تو ديفرنت سامبلز لينير ميكس اب يعني، ونحاول نطلب من الموديل ان هو يبدا يتعرف على الكلاسز بتاعه كل سامبل موجود في الميكس ده. طبعا ده يعني ده بيزود النويز جدا اللي موجوده في الموديل، بس ذس تكنيكس يعني بروف تو بي يوسفول يعني في التريننج الديب نيورال نتوركس بشكل عام. واخر حاجه في الاوجمنتيشن احنا عملنا اوجمنتيشن على التمبرال ليفل، ففي راندوملي عن طريق راندوملي دروبنج يعني وان تايم ستيب في الداتا. فاحنا وصلنا للشكل وصلنا لافضل شكل للداتا، عملنا فاليديشن استراتيجي، فكرنا هنعمل اوجمنتيشن ازاي، ايه بقى الموديل اللي هيستخدم الداتا دي كلها. ف يعني ببساطه كان في ديزاين لوب انا شايف ان الحقيقه انها مهم او مفيده ان احنا يعني ده انا اتبعتها في الوصول للحل، واعتقد انها تبقى مفيده برضو. فكره ان احنا دايما بنستارت او يعني ستارت وذ سمبل موديل، ده بيسمح لنا ان احنا عندنا بنش مارك مبدئي، وكمان
بيدينا يعني فرصه ان احنا نبدا نسكيل اب الكومبلكستي بعد كده. فبعد ما نبتدي بسيمبل موديل بنبدا نحاول انكريز الموديل كومبلكستي عن طريق بقى نزود لايرز، نستخدم لايرز مور كومبلكس وهكذا. و بالتوازي مع فكره ان احنا نحاول نقلل اوفر فيتنج عن طريق بقى ان احنا نزود الاوجمنتيشنز، نستخدم بيتر بري بروسيسنج، نحاول نستخدم انسامبل تكنيكس وهكذا. ان يعني وبنحاول وبنبدا نتحرك ما بين خطوه 2 وخطوه 3 كل شويه، بحيث ان احنا نحاول نوصل لحل في النص يكون الاوفر فيتنج في اقل ما يمكن والكومبلكسي اعلى ما يمكن. فيعني اتباعنا البروسس دي، الحل المستخدم كان عباره عن ان احنا نستخدم سباشيو تمبرال موديل، عباره عن اول جزء في الموديل ده سمول سي ان ان، بتبروسس كل صوره في السيكونس اوف ايمجز. وبعد كده الصور الفيتشرز اللي طالعه من السي ان ان بتعمل لها يعني بولينج عن طريق الماسك اللي موجود. فالماسك ده بيسمح لنا ان احنا ناخد الفيتشرز ريليفنت للمزرعه اللي احنا مهتمين بيها بالتحديد. فكده بقى عندي فيتشر فيكتور لكل تايم ستيب. فاحنا بناخد بقى التايم ستيبس دي كلها او سيكونس ندخله على جيتد ريكارنت يونت نتورك، ودي بتطلع لنا في الاخر فيتشرز بنطبق عليها بقى ايه، بنحاول نطلع منها الفاينل كلاسيفيكيشن، هل هي المزرعه دي بتزرع ميز كسافا او ما شابه. ماسك افريج بولينج عشان يعني تبقى لتوضيح افضل، يعني اللي هو ببساطه عباره عن مالتيبليكيشن، يعني سميشن اوف مالتيبليكيشن للانبوت والماسك على السميشن بتاع الماسك. فاحنا كده جبنا النورمال افريج بولينج، ما بقاش فولتي اي ماسكينج، بيبقى عباره عن انت بتاخد الافريج بتاع الفيتشرز وخلاص، لكن احنا هنا حاولنا بقينا سيلكتيف، يعني بنختار الفيتشرز اللي احنا مهتمين بيها بس. فده كان الاركتكتشر اللي احنا استخدمناه. و بعد كده وصلنا لفكره حاولنا بقى نستخدم انسامبل عشان نحسن الريزلتس كمان اكتر. فعملنا انسامبل اوف 10 مودلز، وكل موديل برضو طلعنا منه حوالي يعني 6 فيرجنز يوزنج سناب شوت انسامبل تكنيك. ده بيسمح لنا ان احنا ناخد سناب شوتس من سيرتن ايبوكس يعني في التريننج ونضمها على بعض في الاخر في الانسامبل. والحمد لله يعني كانت النتائج ممتازه جدا باستخدام الابروتش ده. يعني وصلت للمركز الاول في الكومبيتيشن دي، يعني وكان الحل الحمد لله كان سيجنيفيكانتلي بيتر يعني مقارنه بالحلول الاخرى المقترحه يعني. بس شكرا جزيلا يعني لاستماعكم، واتمنى ان انا يعني ابقى سعيد ان انا اجاوب على اي اسئله موجوده. شكرا جدا ليك يا باشمهندس. احنا ممكن نفتح بقى بالاسئله، لو في حد عنده اي سؤال او حاجه ممكن يفتح المايك كده ويتفضل. طيب هو واضح ان مفيش اسئله. شكرا جدا ليك يا باشمهندس، شكرا ان حضرتك كنت موجود معانا النهارده. شكرا جزيلا، شكرا جدا لحضرتك، شكرا ليك. السلام عليكم، مع السلامة. عليكم السلام.